تستغرق عملية بناء وتشييد المباني والمنشآت السكنية والتجارية وقتاً طويلاً قد تصل لأشهر أو سنوات. ومع التقدم العلمي والتطور السريع في عالم التكنولوجيا، أصبح بالإمكان تشييد مبنى أو منزل وامتلاكه في عدة أيام. المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفذ مشروع إنشاء مقهى وملحقاته باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي أحدثت تقدما كبيرا في عالم البناء والتشييد. تولي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اهتماما خاصا في توطين وجلب تقنيات الحديثة للمنطقة، ومن ضمنها فيما يخص في مجال اللي هي البناء. تتميز تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بسرعة البناء القياسية مقارنة بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى عدم وجود أعمدة. يجري العمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية بتقنية الطباعة الإسمنتية لمشروع بمساحة 101 متر مربع. استغرقت عملية بناء الهيكل وقتا قياسيا لم يتعدى عدة أيام، والذي يعتبر علامة فارقة في عالم الإنشاءات مقارنة بطريقة البناء التقليدية. للشباب العمانيين بصمة واضحة في تنفيذ المشروع، حيث بدأ المشروع من فكرة مهندسين بالهيئة، وقامت مهندسة بتصميم المبدأ للمشروع، ويتم تنفيذ أعمال الطباعة عن طريق شباب مهندسين، ويتم إدارة المشروع والإشراف على المشروع عن طريق مهندسين عمانيين من شركة تطوير الدقم. وتتميز طريقة طباعة المباني ثلاثية الأبعاد بعدم الحاجة للأعمدة الخرسانية لترابط المبنى مع بعضه بالمواد المستخدمة. وتقلل هذه التقنية الحديثة في طباعة المباني الوقت والجهد والمال، وتعتبر تقنية صديقة للبيئة لقلة المواد المستخدمة. توظيف التقنية التصنيعية الحديثة في طباعة المباني ثلاثية الأبعاد يعد من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ستحدث تغيراً هائلاً في قطاع البناء والتشييد. من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، سالم بن هلال الشعيلي، محافظة الوسطى.